بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم رانا متواجدين عند عمي إسماعيل، إذا نجيب لكم سلعة جديدة دائما في طفرة الحسون وكذلك السوفاج الصيد الجديد. راح تشوفوا سلعة السوفاج تاع إسبانيا كذلك تاع المغرب، ونشوفوا الحاجة المليحة اللي تساعدكم دائما. بالنسبة للتوصيل 58 ولاية، المقر الحميز هكذايا، تقدروا نخلي لكم رقم الهاتف هكذا مع الاول باسكو على بالي شغل ما هاكوش كامل تشوفوا لي فيديو ديريكتومون نيميرو تليفون. اسيدي نخلي لكم رقم الهاتف في الاول اللي يحب يشوف الفيديو اللهم بارك، اللي ما يحبش يشوف هذاك الشيء شغلكم. المهم السلعة راهي متواجدة فيكتور الله يبارك. عمي اسماعيل بدلنا بالتليفون باسكو ما 045 35 14 38 0794 25 77 78. هذا هو رقم الهاتف، حبيتوا ما تشوفوش الفيديو عيطوا ديريكت من التليفون. المهم كاينه سلعة، دوك نبداو نشوفوا واش كاين. نبداو دائما مع الطفرات ثم نروحوا للسوفاج ان شاء الله. عمي اسماعيل شاف لنا هنايا الطفرة دائما هذه ما في الفاسياتو. الفاسياتو الله يبارك. دوك نبداو بسم الله. ابدا عمي اسماعيل ماشي مشكل. شوفوا خالتي هذا هاي خاطر شوف الله يبارك ما شاء الله. الباقة 2022 ما شاء الله. ليزونغ القاع بيوضع ما شاء الله. هام خالتي شوف الله يبارك ما شاء الله. هذه ما في الفاس ياك هاوليك بالكولي الله يبارك ما شاء الله. هاو كولي ها شوف في حتى الزون في صدره ما شاء الله. ها شوفوا خطي ها ها الباسياتون ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك ها يا خويا اللي طالب عليه مرحبا به خويا. الحمد لله تقدروا دائما تواصلوا مع عمي اسماعيل. راكم تعرفوا مثلا هنايا كاين زوج كوبلات دو مال ودو فيمال. عمي اسماعيل كاين بزاف ناس تلسني قال كيفاش نقدروا نعرفوا المال والفيمال في الطفره. في الطفره هي كاين وين باينه وكاينه وين دي صعيبه شويه. ما تقدرش يعني ماشي كيما المقرين تاعنا العادي شغل في الدوبلاج. لا 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 دوك مثلا هذه نروح لكم هذه في الديورو في مالا في الديورو لي زونغل تاعها كاع بيوضع ما شاء الله. ها هذه زيوروج. هذه زيوروج الله يبارك. هذا ماشي في الزيوروج حاجه شابه في الوايت كوب تاع بلونش ما شاء الله. والكحوله كاع ما فيهاش في راسها يعني باش تكونوا على علم. شوف والله يبارك شابه ما شاء الله. هاي وشنو هذه الباقه اللي ما فيهاش؟ هذه ما فيهاش الباقه. نعم هي ما فيهاش. وشنو الباق 2022 2022 هذا مول بوكس عنده كاع في 22 الله يبارك ما شاء الله. هاي ها هذه في الديوروج. هذه في الديوروج ما شاء الله. في الديوروج هذه في المعنى نروحوا دوك نزيدوا نروحوا في الباناخي في الباسيانو. مثلا مثلا هذا كيما هذا المال حوت يعني نطولوا عليكم شويه باش هكذا نوضحوا لكم. شوفوا السلعه اللي موجوده هكذا باش يعني الانسان كيتصل يتصل. شوف ها في الباسياتو الله يبارك. هذا ثاني مال في البلاص هاو اللي فيمكم في راسك هاو الله يبارك الله يبارك. ها يعني ما شاء الله. ها هاي منا ها ومنا ثاني هاي والله هاي جايه في الوسط. ها الله يبارك. ها شوف ها ليك بيضة خلاص ها ماشي كي خاوت هكا الله يبارك. ها في الفاسياتو ما شاء الله. ها الزعكة ثاني ها الزعكة ثاني عندنا. المهم أنا بينا لكم خالتي شوف بالكولي الله يبارك. هذا المال هذا المال مع هذاك المال والاخرين اسمع هنايا عندنا شحال كاين. هنا كاين جوج لي مال وجوج لي فيه زوج لي مال وجوج لي فيه. هاي كيما لا دوك نعطيك نبين لك. ها هاي كيما لا باينة شوية تلقى الروج تاعها. شوف الما كيف يجي ختين الروج تاعو من فاسياتو. هذه شوف سبحان الله هذه باينة كي نجي نقبضها تبعتي هدية فيها. شوف تخبي لنا رجلها ما تخليناش نشدوها يعني. شوف سبحان الله مهم حاجة كامل شابة وحاجة في البون سونتي. هاي لي خطي هاي كيما لا ما شاء الله. دوك هنا هذا شنو توسل هذا ماشي هاي ليك ها ما شاء الله.
شوف كاين كاين كذلك واحد في الصنيقه ديال الدوبلي روج في الطفره موجوده من زمان. الدوبلي روج دوك نشوفوها باين مازال في الدوبلي. ماشي مشكل. عندنا كذلك هادو هما من تحت هنايا. رحله باشاطه دوك نزيدو الرحو هادي الرحو للايمو. هادو هما في الايمو. نعم هادو كاع الايمو. هادو سيدي مال كامل سيدي. دوك نشوفو هذا اللي قال لك الدوبلي روج. اذا تبدلنا مي اسماعيل هدايا هذا ماشي في دوبلي روج. هذا ماشي في دوبلي روج. ماشي مشكل. المهم هادو هما في الايمو. هادو هادي شفتي هادو ملا كنتو فيهم هادو هما في الايمو. الله الله يبارك. حاجه شابه ما شاء الله. هادي سلعه شوفها مازال يمال يا خو قلت لك الله يبارك راحوا كاع الدوله. الله يبارك ما شاء الله. شوفوا السلعه الله يبارك. لا لا حاجه نقيه صراحه شابه بزاف. شوف الله يبارك شوفوا خلطي السلعه ها ها لك حاجه ما شاء الله الله يبارك ها شوف الله يبارك هذا في الايمو الله يبارك ها تضروا كاع ما شاء الله. نزيدوا نكملوا نروحوا نزيدوا شوف هذا هذا في تات بلونش هذا قال كوب الوايت كوب تات بلونش تات بلونش حاجه شابه ما شاء الله شوف الله يبارك الله يبارك الكرابطه تاعو هابطه حتى لصدرو الله يبارك زين شوف ها شوف الخير الله يبارك ها ما شاء الله ها شوف الله يبارك ها ما شاء الله وهذا هو اللي كنت نهضر على زعكتو ها هو اي لاط هاي الله يبارك هاي كبرت ما شاء الله مال هاي هذا استمر صح نزيدو هذا ها هذا في الوايت كوب في التاتو بلونش ثاني ها شوف الله يبارك ما شاء الله مال روعة ما شاء الله ثاني هاي سبحان الله يبارك نزيدو مازالنا هذا مال الله يبارك ما شاء الله عنده حتى لي زومبل بيون فوالا هذا في الدوبلي روج هذا في الدوبلي روج ها مال هاو الدوبلي روج ها ها وعنده كراباطة حاطة بالروج هاي اللي فوالا ها قرب الله يبارك الله يبارك هاو هذا يبغى يتحقق لي زومبل ما شاء الله صح روح روح بسم الله قلت لكم ما تخلقوش ومن بعد نروح لكم يعني للسوق. هذوك نكونوا حنا الليما. هذو ما سيدي ما. صح. أيوة. كاينه غير هذيك فيمال في الديور. ايوا. دوك نروحوا اللي فيمال. هذو ما سيدي فيمال. هذو اللي فيمال راه ما. هنا كامل هذو. ها. شوف الله يبارك. ها. يرحم الله شوف الله يبارك. شوف فيمال كيفاش تاعك. قول لي ها. شابة. ها. بالتاتو بلونش هذه. ان شاء الله. هاي لا سلعة ها شوف شوف سلعة الله يبارك شوف هاي فتاتة بلونش ها الماركة خويا الماركة مع عمي اسماعيل الماركة عمي اسماعيل في زنقل كامل كامل بيوض الله يبارك يعني صراحة شوف انا سلعة ما شاء الله هذا نديرو باختصار خالتي هاي ليك السلعة هذه كاع في الفيلم يعني الله يبارك كاينه وشنو؟ هذه ما في الايمو هكذا اه مازالت وحده في الفيفي وحده بقات في الفيفي فيفي انا عرفت لا هذه ولا اصبرت لا ماشي هذه هذه ثاني هاي هذا شبع الله يبارك شوفوا اختي الله يبارك ها خوكم السلعة اللي فيها شوفوا الله يبارك ها ما شاء الله في معلم ما شاء الله قول لي راها في الفيفي وماما هذه هي وشنو عندها بيبي صغيرة هاي اللي طالب عليه يتصل بقات في هذه الوحدة بقات وحدة في الفيفي يتصل اسماعيل سينو السلعة زيد تدخل ان شاء الله ماشي مشكل رامي اسماعيل كل شيء هذا انا جاتكم يعني نجيب لكم السلعة الحاجة المليحة والشابة يعني الطفرة واحد الوقت ما كناش نشوفوها قليل من نشوفوها ولكن مع اسماعيل يعني الحمد لله السلعة راهي تدخل الله يبارك
دوك نزيدو نروحو لهذا. هادو ما كذلك دائما هادو ما كاين ماجور وكاين دوك نركز معاكم. شوف ماجور يعني في ليزون الكارديو الله. شوف الله يبارك هاي هذا اخوتي هذا في الماجور هذا راه الله يبارك راه حيود راه يغني مشروق الله. شوف الله يبارك راه رايح البافات هذا ها مفتوح الله. شوف الله يبارك ها ما شاء الله ما شاء الله. شوف الله يبارك ها هو القي. شوف الله يبارك ها ما شاء الله لي زون هم في 8 غارديون في 8 حاجه تقوني بالله يا خوتي اللي يخدم بن هذا ها وزيد دوبليروس ثاني وفي الدوبليروس هاولي ها هاو الرود ها ما شاء الله ويا اللي طالب عليه بسم الله ها دوبليروس ما شاء الله. الله يبارك يعني السلعه راهي متواجده الله يبارك بك ترى كلكي سوا في الطفره ولا في المقنين العادي قلتلكم دوك ما تقلقوش نروحوا للمقنين يعني صيد جديد عندنا تاع اسبانيا وعندنا تاع المغرب. هذا شوف ما عنده تليفون ولكن عنده غرزه ما شاء الله. شوف هاولي شوف هذا بالغرزة ها الله يبارك. شوف بالغرزة هذا خويا ناصر خادم شوف يوكل ويشرب ويحط الله يبارك هذا كاع يديرهم وزوج فروخة بعتهم في الصيف بعتهم من وهران وهران حيوا بالمناسبة خونا معنا هنايا جانا من وهران الله يبارك زوج ولادو الله يبارك بعتهم من وهران الله يبارك هاملك ولادو بعدهم ما شاء الله خرجوا بالقورتك كيما هو الله يبارك كل ما كاين فينا خرجوا كاع يعني هذا لي يديه باذن الله كاع ما يدمش عليه هذه تاع خدمه الناس اللي تحب تخدم خوتي ما شاء الله عندنا كذلك سلعه منا هذه ما نرمو في الايزابيلا دائما سمعنا هذو ماشي في الايزابيلا سمحوا لي هذو في البران باستا البران باستا راهي والله ها من البران باستا كاين هذو ثلاثة في البران باستر كاين مال وزوج فينا كاين دي مال ودي فينا وكاين هذا هذا ثاني كتبنا طلع خويا هكذا روحت باسكو راه يقول لك الصورة راه حنا من الصورة علاش ماهيش مليحة باسكو خوتي الله غالب سيدي كاج هما اللي راهم يبينوا اللي ماش تكون عيانة شوية ولكن هكذا هاي هيك درنا لكم الصورة الشاشة راكم تشوفوا السلعة نعم كاين هذه الكبلة في الجون في الجون هذه كيما لا هي كاع في الجون هذه هاي في المال ما شاء الله والمال هاوليك المال ما عندوش في هنايا راه هذاك تبدلوا هرجناهم شويه المهم باش تبان لكم الصوره مليحه ونروح نعطيكم هذا هاوليك في الوايت كوب حتى تبلون دوبلي رود وكلش ها وايت كوب حتى تبلون ما شاء الله شوفوا هذا خادم ومصلح الفروف مصلح الفروف هاوليك بالكرافاته بالروج حطها في سطح ما شاء الله شوف هاي بالكارونت يا خويا هاو رايح يعني قال يدي سيدي يخدم به ها الله يبارك شوف الله يبارك ما شاء الله سلعه من ست فا دائما عاود نذكركم كل ما كان الحميس دار البيضاء حتى التوصيل راه متوفر هنا هذا في مالا هذا هذه انا نهرجو فيهم ساكن ولكن معليش هذه في مالا شوف هاي فيها بيبي شويه هنا شوف هاي وراها حطها من العظم ومبانجا شوف وشوفهم نقطع كاع بالابيض هنايا شوف الله يبارك هذه حاجه قوه باقا 2022 2022 لي زون كاع بيوضا كاع كومبليتمون بيوضا هاديك ها شوف الله يبارك ها ما شاء الله شوف شوف الله يبارك في السيرة ها
سلعة 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 الماركة الماركة هذا أمي إسماعيل الماركة في مالام ما شاء الله الله يبارك هذه اللي يخدم بها ما شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.